اخبار اليوم. يعني انت بتشتري ايه بالجنيه؟ هل الجنيه دلوقتي بقى ليه قيمه زي الاول؟ لا. ما بتشتريش بيه حاجه؟ لا. انت عندك كوبايه الشاي بكام؟ انا عندي كوبايه شاي بجنيه ونص وباتنين جنيه. مفيش حاجه عندك بجنيه؟ لا مفيش حاجه جنيه. يعني ملوش لازمه برضه يعني. الحاجة الساعة باتنين جنيه. يعني جنيه جيبي رغيفين ثلاثة عيش بس يعني. مش حاجة. حاجة اقول لهم ايه بقى الحاجة غالية شوية. جيبش حاجة. ولا باتنين جنيه. هو الأقل مشروب عندك بكام؟ أقل مشروب عندي باتنين جنيه. ما يركبكيش حتى 10 متر، ملوش أي قيمة. والانسان اصلا في بلدنا ما بقاش ليه اي قيمه. في حاجات كتيره بشتريها بالجنيه. يعني مثلا اقعد على قهوه اشرب شاي اشتري تمر بجنيه برضه. ببيع التمر بجنيه؟ يعني لسه برضه بخير شويه الجنيه برضه. لسه بخير. البلد الوحيده الجنيه ليه قيمه، ده انا اقدر اقوله. يعني الفقير هنا في بلدنا ممكن بجنيه يقدر يجيب رغيفين بربع جنيه ويجيب اربع طعميات وياكل ويشبع. بره مش مفيش. في البانة بجنيه. بشتري ايه؟ بشتري ممكن اربع ترغيفة فينو بجنيه. بشتري ايه بجنيه؟ اقل حاجة مثلا بشتري بركب بيه اقل حاجة، ومفيش حاجة بجنيه دلوقتي غير الاتوبيس يعني، الميكروباص بجنيه وربع بجنيه ونص الكلام ده. لا لا مفيش حاجة بجنيه خالص. باكل شيبس مثلا لطفلة بتاع دي اقل حاجة. باكل مناديل. يعني سندوتش الفول بجنيه ونص و175 كمان، يعني اقل حاجه.